السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم سلطه صيفيه بامتياز، سهله، مكونات متواجده في كل منزل وكتجي لذيذه ورائعه في المذاق. بسم الله، عندي حبه ديال الخيار اولا الكونكومبر اللي قشرتها، نص حبه ديال الفلفل، استعملوا اي لون كان عندكم. انا عندي الصفره، واحد البصله صغيره اولا نصف بصله كبيره، حبه ديال المطيشه اللي حيدت لها القشره حتى هي، ريقات ديال النعناع. نبداو على بركه الله. الا كان عندكم الخيار كبير وفيه الزريعه لداخل، ضروري ما تحيدوا له الزريعه اللي كتكون لداخل. كنقطعو مربعات صغيره، كنقطعوا جميع الخضر بنفس الحجم. كنوضع الخضر، نحط السلاطين، كنزيد هاد الوريقات ديال النعناع. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون، شويه ديال السيترون، وشوية ديال الملحة. كتجي واحد السلطة رائعة ومنعشة ولذيذة بزاف. نتمنى ان شاء الله الفكرة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، مع السلامة، فيديو جديد ان شاء الله.